ماله شفيق زفت؟ هيستلم لط بضاعة من البحر. امتى؟ النهارده وش الفجر. هينتهزوا فرصة تغيير حرس السواحل من وردية الليل لوردية النهار ويخبطوا خبطتهم. عرفت منين؟ هحكي لك في السكة. قدامنا نص ساعة والفجر يشقشق. هيطلعوا منين؟ من فيلة شفيق أبو الليل في العجمي. نروح نطرهم وهم طالعين من هناك. اسم الله عليك. ليه المسدس ده يا شفيق؟ انت ناوي تخش معركة مع البوليس؟ ده مش عشان البوليس يا روحي، ده عشان الحوت ورجالته اللي مش سايبيننا تهنى على العملية. شفيق خايف عليك اوي. ما تخافيش يا وفاء، خبطة المرة دي مش هتخر المية، البوليس مش هيحس بينا ولا الحوت هيعرف طريقنا. أعهدك يا حمادة إن دي هتكون آخر عملية، وبعدها هتوب واتفرغ لتربيتك واطلعك أحسن ضابط مباحث. كانت الساعة 2:30 إلا 5 بالظبط. مش يمكن يكونوا طلعوا؟ ما لحقوش. أصلهم لسه هيفوتوا يلموا الرجالة قبل ما يجوا لأبو الليل. يعني هو فوق دلوقتي؟ طبعًا. انزل اضرب تليفون اتاكد ابو الليل فوق ولا لا. فوق اكيد قاعد منتظرهم. اللي بقول لك عليه اعمله. انزل. ايوه بس هلاقي تليفون فين دلوقتي؟ ده احنا في وش الفجر. عندك اللوكات ده هناك. النضاره. يطلع النهار حيه. ماشي. Thank you.
من فضلك اطلبي لي 23511. اتفضل في الكابينة. الو، مشغولة يا فندم. طب وحياتي خليك وراها لحسن، ده دكتور والست تعبانة قوي. حاضر. بيت النهار. مشغولة يا فندم. جرى يا مدموزيل؟ وانا هعمل لها ايه؟ اكيد التليفون بتاعك عطلان، اطلبيها على خط تاني. مشغول على طول، أكيد هو اللي بيتكلم. طلع العربية الصغيرة من الكراسي. ارجع.
متوسخ من صحته؟ طبعا يا فندم، والمخدرات دلوقتي في طريقها لمصر. تعرف نمرة العربية؟ أيوة يا فندم، 5060 ملاكي مصر. طب أستأذن أنا بقى. رايح فين؟ أنصرف أنا بقى. اقعد لما أتأكد من صحة المعلومات دي. حاضر يا فندم، تحت أمرك. الو، ايوه يا فندم. كان يا فندم لحظه واحده اكشف لسيادتك عنها. قلت كام يا فندم؟ ايوه يا فندم، لسه معديها دلوقتي حالا. اهي قدامي اهي يا فندم، نازله على الطريق الصحراوي. وصلني بنقطه تفتيش كيلو 17 بسرعه، وهات لي فرقه المطارده على الخط الثاني. فندم، ايوه معاك. ايوه 5060 ملاك القاهره، هعمل اللازم يا فندم، بس ارجو الاسراع بقوه الامداد. جايه في الطريق. مش معقولة البهدلة دي، أنا لا يمكن حاسكت على كده أبدا. إحنا آسفين، إجراءات لابد منها. يا فندم يظهر إنه بلاغ كاذب، ممكن حضرتك تتفضلي. مع السلامة. أفارم عليك يا جناب السفير. انزل اطلع البضاعة من الشنطة. لا لا، خليها زي ما هي في الحفظ والصون. اطلع.
يبقى انت اللي حذرتيه. ايوه انا اللي حذرته من شرك واجرامك. كلمت مراته بالتليفون بعد انت ما نزلت. لسه بتحبيه يا حقيره بعد ما نسيكي وتجوز غيرك؟ ايوه لازم تعرف ان شفيق ابو الليل هو الراجل الوحيد اللي في قلبي. طب انا بقى حمزع لك قلبك. لا انا ما وسخش ايديا بدمك. كباكا خد خلصني منها. يلا يا رجال. سلام يا اولاد. البت لولا دي طلعت اصيله بصحيح. لولا تليفونها كنا زماننا مرميين في السجن كلنا دلوقتي. كلامك صح يا دنيا، فعلا اصيله. انا شخصيا مدي لها في حياتي وحياه مراتي وابني. شوفوا بقى يا جماعه، زي ما قلت لكم انا خلاص نويت ابطل شغل، عشان كده عملت شيك لكل واحد منكم مكافاه ب 3000 جنيه. ده غير اتعابكم طبعا. ربنا يزيدك من نعيمه يا شهم ويغنيك بالحلال ويخلي لك حماده ويبقى دكتور قد الدنيا. لا ضابط مباحث احسن برضه عشان يبقى يخلي باله مننا. بكره تشوفه. على فكره يا شفيق، المعلم علي نونس عايز يعدي عليك الليله علشان ياخد نصيبه في البضاعه. الليله؟ قوام قوام اخلص منها ونفوق. معقول برضه نجهزها له. لعبتك هتدخل على البوليس يا شفيق يا ابو الليل. عقوبة عليهم. كتبوهم.
بختك يا عم، استطلت ببلاش. تعالى تعالى. البوليس هرب بالبضاعة. يبقى مش بوليس. انت متعور يا شفيق. ايوه الرصاصة جت فيه. شربوها يا معلم. هو عمل واحد سفير، انا عملت واحد بوليس. عملها الحوت وخد البضاعه. عملها الحوت يا شفيق. هدي نفسك علشان خاطر 60 داهيه البضاعه واي شيء يتعوض. لازم نروح مستشفى حالا. مستشفى؟ مستشفى ايه؟ هنقول ايه في المستشفى؟ نقول اي حاجه، ما نسيبه لغايه ما يصفى دمه. قوم. الحوت غاب كده ليه؟ انا خايف لا يكون ابو الليل كشف اللعبه. ما علينا، نستنى هنا زي ما قالينا وخلاص. لا يعني هنلاقي حته احسن من دي نستمتع فيها. سيدي الحوت، البضاعه، الحوت، 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 الحوت. انا فين؟ انت بخير يا حبيبي. اللي جابني هنا؟ أنا لازم أخرج دلوقت. لا يا شفيق، أنت لسه تعبان. يا وفاء، لازم ألحق الحوت قبل ما يتصرف البضاعة. 60 داهية البضاعة. أي، وحياتنا ومستقبل ابننا. عاوزاني أرجع أشتغل تاني في التهريب. مش هسيبك تخرج. أنت لسه تعبان. لو استنيت هموت. لا يعني لا. Thank you.
لا يكون الحوت. حوت؟ مش ممكن. ايه اللي هيجيب الحوت دلوقتي؟ الحوت ما يجيش هنا من غيري. اللحظة ما يشوف مين. القذر يدينا معاد في الكباريه ويسيبنا نرن هناك عشان يجي لوحده ويلهف بضاعة ابو الليل. طيب يا حوت، تبي تفكري في ايه يا حلوة؟ بلاش اللي في دماغك ده، بكسرها لك. الليل ما يظهرش الا بالليل. تمام كده. نعم، عايز ايه؟ بضاعتي. بضاعتك. بضاعت ايه؟ البضاعة اللي خبطها البوليس. البوليس؟ طب ما تروح تاخدها بالاسم. شوف يا حول، انا مش عاوز مشاكل. البضاعة بتاعتي لازم ترجع لي ودلوقتي حالا. انت بتهددني؟ لا، انا بحذرك. انت فاكر نفسك ايه؟ انا ولا حاجة يا سيدي. اديني بضاعتي وكل واحد روح لحاله.
ولا يعني مسؤول عن خدمتك؟ ما تروح تاخدها باللي خدوها منك. أنا خلاص يا حود، تبت عن التهريب. السوق بعد كده هيخلق لك. دي كانت آخر عملية لي. والله وحتوحشنا. أنا مش عاوز منادة، كتفي مجروح من جرايرك وبدي أروح أستريح. حاضر. مصيبة مصيبة يا وفاء، مش عارف ليه ربنا مش عاوز يتوب عليا. في ايه يا شفيق؟ ايه اللي حصل؟ شيء فظيع فظيع. طب احكي لي، كلمني هنا. وكانت الساعة كام بالظبط لما شفتيها يا دكتورة؟ حوالي 4 صباحا، لأني خرجت المستشفى 3:30. وبتقولي إنك شفتيه بوضوح؟ يعني تقدري تتعرفي عليه بسهولة لو عرض عليكي؟ طيب ممكن توصفي لي شكله بالتقريب؟ لو سمحتوا أجلوا الأسئلة دي شوية لغاية ما ترتاح. دكتورة سميحة أرجوكي، معلش هتعبك شوية صغيرة، أنا عاوزك توصفيلي شكله بالظبط. حاولي. هو أستاذ شفيق بلاش بكش، ده الجرح سطحي خالص. إنما بيألمني يا دكتورة، ما خلينيش انام طول الليل امبارح. صباح النور. سلامتك يا سيد شفيق. الله يسلمك يا فندم. ممكن ناخد اقواله دلوقتي يا دكتوره؟ قوي قوي الحمد لله، الرصاصه جت سطحيه. عايزينك تحكي لنا بالظبط ايه اللي حصل؟ شوية حرامية تهجموا عليا في البيت، رحت واخد واحد بنية رقدته، والتاني خدته مقص ما امش، والتالت خدته سيف يد ما نطقش، ضربوني بالرصاص. اقطع دراعي، ما كانش فيه ابو الليل وهو اللي قتله. يا عم قلنا لك شفيه ابو الليل كان في المستشفى ليله الحادثه. خدعه، ده ابليس ويعمل ابوها. ايه بتبصولها ليه؟ مش هو قال لك هو قال لي خلصني منها، خلصته منها، خدتها انا وهو خده ربنا. طب هي ايه؟ هي اللي قتلته.
انت كنت فين ليلتها يا حلوه؟ جرى ايه يا ابن امك؟ انت هتعمل عليها وكيل نيابه ولا ايه؟ ثم احنا بندور على القاتل ليه؟ احنا مالنا؟ المهم البضاعه هنصرفها ازاي؟ انا عندي فكره يا جماعه، بالعقل كده نرجعها لابو الليل وناخد الحلاوه. انت تخرس خالص يا غبي. الله الله، جرى ايه يا شيكاباكا؟ ما كلنا اغبياء يا اخويا، ولا ناوي تعمل معلم؟ انا فعلا غبي، غبي اللي قلتلكو. انا كان لازم الها في البضاعه دي لوحدي. يا كباك احنا مش قد ابو الليل، انت راجل دماغ، اما احنا جتت وبس. دول 100,000 جنيه يا بقر، يعني خبطه العمر. اصل ابو الليل يعني هيسيبك تتهنى بيها؟ ده تلاقيه دلوقتي بيدور علينا بمنكاش. انا متاكد ان هو القاتل، ولو الشهاده دي شافته هتتعرف عليه ويروح في داهيه ونخلص منه. واذا ما اتعرفتش عليه يبقى احنا بقى اللي روحنا في داهيه. هتتعرف عليه. انا مش هتوب، مش هتوب، هبقى مجرم يمكن ترضى عني. يا شفيق ارحمني، ان ما كانش عشان خاطري انا يبقى عشان ابنك اللي ملوش حد غيرك. هو كمان هيطلع مجرم؟ انا طلعت مهرب عشان ابويا كان تاجر مخدرات، هو هيطلع سفاح عشان ابوه مجرم قاتل؟ لا انت مش قاتل. الخلون هيعملني قاتل. الناس هتفضل طول عمرها تشهد عليا بكده. انا ما بقاش راجل امتنع على الشهاده دي نهار جديد. مش عاوز دم. كفايه كفايه كفايه. البنت دي لازم نخلص منها بأي شكل. أنا خايفة، الجرايد كلها كتبت عني ونشرت صورتي. اطمني يا دكتورة، إحنا اللي خلينا الجرايد تنشر صورتك وتكتب عنك. ليه بس كده؟ لأنك شهدت الإثبات الوحيدة على القاتل، وطبعاً القاتل هيحاول يخلص منك، يعني أنت المصيادة بتاعتنا، والفار لازم يدخل المصيادة. قصدك اننا الطعم اللي في المصيادة، وعشان الفار يخش المصيادة لازم ياكل الطعم اللي فيها. يا دكتورة قلتلك اطمئني، انت تحت مراقبة مستمرة واحتياطات امن كافية. ربنا يستر. خدي تبقي في شنطتك، امسكي اعصابك امال ما توديناش في داهية. هي غابت فوق كده ليه؟ يعني نزلت ايه؟ اطلع الزام وراه. استنى يا حمار، بص. شفت يا حمار؟ العربية دي بوليس. بوليس؟ يا نهار اسود، مش هنعمل ايه دلوقتي؟ قلت لك امسك اعصابك امال.
لحظه من فضلك. ميرسي. من فضلك، هي عياده الدكتوره سميحه عبد الوهاب في الدور الكام؟ متاسف معرفش. حضرتك تعرفي الدكتوره سميحه؟ واحده صاحبتي قالت لي انها دكتوره شاطره قوي، يعني عايزه تتعالجي عندها. يا ريت. العياده في الدور ده. اتفضلي. على فكره انا الدكتوره سميحه، مش معقول. بتحسي بإيه بالظبط؟ تعب عمومي. إزاي يعني؟ تعب أعصاب وحيرة كده. أنت عايزة دكتور نفساني مش أمراض نسا. تفضلي نامي هنا. ولا كلمة. مش عايزة صوت. ما تكونش اتلخبطت وقفشوها. أنا كمان ابتديت أقلق. هنزلت إيه؟ كله تمام؟ سامحني يا حمادة، كان نفسي أخليك عظيم لك قيمتك في وسط الناس لما تكبر، لكن مش ممكن لأنك اتولدت مظلوم زي تمام. العدالة هي قفلت ودانها، مش عاوزة تسمعنا ومش عاوزة تتوب علينا. شفيق، خلاص يا شفيق، اعتبر ان مفيش شهادة ضدك يا حبيبي. عملتوا ايه؟ كنت فين؟ كنا عندها. ومين اللي قال لكم تروحوا لها؟ اوعوا تكونوا قصيتوها. اطمن يا شفيق، انا اللي رحت لها لوحدي. فين؟ في العياده. وهددتها بانها لو اتكلمت عصابه القاتل اللي هي شافته هتقطم جماره رقبتها. وبعدين؟ وبعدين مش ممكن تفتح بقها بقى. ها، مفيش اخبار؟ ابدا، زي ما تكون الارض انشقت وبلعته. ما رحتوش بيت الواد قباقه اللي في حلوان؟ مفيش حته على ظهر الارض الا ما دورنا فيها. يتهيألي انهم سافروا. ما تعتلش هم يا استاذ شفيق. اتنيل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. شقه الدكتوره سميحه عبد الوهاب؟ ايوه يا فندم. طب ممكن اقابلها؟ نقول لها مين؟ المباحث. بس هي تعبانه شويه. لا، ده سؤال بسيط جدا. اتفضل. متشكر. افندم. دكتوره سميحه؟ افندم. انا النقيب فؤاد حسين من مباحث. تسمحي لي اسال حضرتك سؤال؟ افندم. شفتي صاحب الصوره دي قبل كده يا دكتوره؟ لا، ما اعرفوش. ما تبصوا في الصوره كويس، اتاكدي. انا متاكده. ما شفت الشخص ده ابدا. وريني يا بنتي كده. مفيش داعي يا ماما، اتفضل. يا دكتوره، دي صوره واحد من اخطر المجرمين اللي اشتهروا بقضايا القتل. حبينا نعرضها عليك قبل ما نقبض عليه. لا، مش هو ده، ما تقبضوش عليه. القتل شخص تاني مش ده. طب ما تبص في الصوره كويس. يا اخي ما انا بصيت، هو بالعافيه هقول هو. مساء الخير يا هانم. مساء الخير. تسمحي لي اقابل الدكتوره؟ اتفضل.
يا ناس حرام عليكم، قلت لكم مش هو، مش هو. مين ده اللي مش هو؟ قصدها على صاحب الصورة اللي وراها لها الضابط اللي قبلك. ضابط؟ ضابط مين اللي قبلي؟ اللي كان هنا دلوقتي. اسمه فؤاد حسن ولا فؤاد حسين، أهو حاجة زي كده. ما عندناش ضابط مباحث بالاسم ده. الله، أمال لسه نازل من هنا دلوقتي ده يبقى مين؟ لا لا، إيه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ محدش جه، حضرتك عايز إيه تاني؟ يا دكتورة أرجوكي تتكلمي، في حد اتصل بيكي؟ لا، ما شفتش حاجة، ما عرفش حاجة، كل اللي عرفه قلتهولك. وكنت فين من يوم الحادث؟ كنت مسافر يا بيه، وأول ما علمت بالمصيبة جيت على طول. ده الله يرحمه كان ولي نعمتي يا بيه. وعلى أي أساس بتتهم شفيق أبو الليل ده بالذات؟ هو عدو المرحوم الوحيد. يا ما إلا الله يرحمه، أنا خايف لشفيق يعمل فيا حاجة يا موسى. ما تعيطش، اشرب القهوة. حاضر يا بيه. يا دكتورة أرجوكي، إصرارك على عدم الصراحة معناها إنك بتستطري على المجرم. والله أنا قلت كل اللي أعرفه. ألو، تليفون علشانك. عشاني أنا؟ أيوه. ولا هتطلع انت كمان مش بوليس؟ الو، ايوه سبعاوي. بتقول ايه؟ طب انا جاي حالا. شفته فين؟ لوحده؟ طب اسمع، راقبوا كل الابواب، اوعى يفلت منكم، انا جاي لكم حالا. ايه في ايه؟ دول لو باباي شاف واحد من رجاله الحوت داخل السينما. جوه ولا لا؟ لا، مرابين لحد ما يخرج. خلي بالك من نفسك يا شفيق. ما تخافيش عليا. دي فيلا شفيق ابو الليل؟ ايوه. حضرتك؟ ايوه، يلزم خدمتك. اسمح تيجي معايا؟ على فين؟ نيابه قصر النيل. في ايه يا حضرتك؟ اجراءات يا حاج. طب ممكن احصل حضرتك بعد شويه؟ متاسف، اذا سمحت تتفضل معايا. انا جايه وراك يا شفيق. الاستاذ شفيق ابو الليل. استريح يا استاذ شفيق. متشكر. أقدر أعرف عاوزين مني إيه؟ عاوزين نتعرف عليك يا أخي. أهلا وسهلا، تشرفنا. أنت ما تعرفش الآنسة ولا إيه؟ ما حصليش الشرف يا فندم. هو ده الشخص اللي شفتيه يا دكتورة؟ لا. غريب، كل الأوصاف اللي ذكرتيها في محضر الحادثة بتنطبق عليه. يعني ايه؟ شعره، طوله. لكن مش هو ده. هو أنا لا سمح الله مشتبه فيا؟ لا، تعرفه. اتفضل أنت يا دكتور. متشكرة أوي. الو، ايوه حنم. تاكسي.
ايوه فندم. استنى عندك ما تتحركش. طلعت قدامي دلوقتي. ما يهمكش، القاتل نفسه نازل لك دلوقتي. شفيق ابو الليل، تروح وراه. حاضر يا فندم. راقبه كويس. يمين من فضلك. ما دخلتش يمين ليه؟ طب خش من اللي جاي بقى. من هنا من هنا. الله. تسمح تنزلني؟ اقف بقول لك. دي تسكتي خالص والا هقتلك، مفهوم؟ انت عايز مني ايه تاني؟ ما انا قلت مش هو. لا شاطرة أوي. حرام عليكم، حيرتوني معاكم. أنت موديني على فين؟ أنت تخلصي. مش عايز منك اكتر من الحقيقه، لان الكذب حرام يا ماما. ودلوقتي بقى هطلب لك النيابه عشان تقول لهم. هعمل كل اللي انتوا عايزينه، بس سيبوني اخرج من هنا. كويس، هات التليفون يا وسام. اتفضلي. مديرية الأمن، لو سمحت بباحث قصر النيل. وتمت المواجهة بين الدكتورة سميحة والمدعو شفيق أبو الليل. ألو؟ أنا فندم اللي بكلمك. مين حضرتك؟ ألو؟ ألو؟ أنا الدكتورة سميحة. دكتورة سميحة؟ خير يا فندم؟ الراجل اللي قابلته عندك دلوقتي هو القاتل. ايوه، شفيق ابو الليل. وما قلتيش الكلام ده ليه قدامه يا دكتوره؟ انت بتتكلمي منين؟ بتكلم منين؟ من الشارع، من اجدخانه في الجيزه. طب لازم تيجي لنا حالا دلوقتي يا دكتوره. ما اقدرش اجي يا فندم. لازم تيجي علشان تمضي محضر بالكلام اللي قلتيه ده. اجي امضي محضر؟ ما اقدرش اجي. ما ينفعش يا دكتوره، مش قانوني. طيب حاجي. ايوه ارجوك. حاضر. برافو عليك. تعالي.
ارموها هنا. دلوقتي هتروحي النيابة. حاضر. هتقولي الكلام اللي قلتيه في التليفون. حاضر. وتمضي المحضر. وتنزليلي هكون مستنيكي تحت. حاضر. مش عايز أي شيء تاني يحصل. حاضر. توها. ابو الليل ناولوني السكين. هلا خدها ابو الليل واستني في نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محدش منكم اتحرك. هات هات المهم البضاعه. البضاعه. البضاعه في امان. والدكتورة ودتوها فين؟ راحت في نفس المكان اللي فيه البضاعة. فين؟ هقول لك على كل حاجة بس نتفاهم. فين تقوام؟ هي فين؟ هجيبها لك لحد عندك. انت مش هتتحرك من هنا. انا اللي هجيبها بنفسي. انا عايزك تثق فيا عشان اثبت لك اني لا تثبت لي ولا اثبت لك. فين البضاعة؟ في اسكندرية. فين في اسكندرية؟ اجي معاك واسلمها لك. قلت لك انت مش هتحرك من هنا. اللي تشوفه هوصف لك المكان ولو انه عقده. انت اوام. لا دي عايزه لها ورقه وقلم عشان ارسم لك خريطه. خارجه مع واحد من المكان اللي دخل فيه شفيق ابو الليل. اطلع وراها. خليك زي ما انت. المهم ابو الليل. حاضر يا فندم. خد بالك انت بتلعب لعبه الموت. والله اذا رحت المكان ده وما لقيتش اللي انت عايزه ابقى اعمل اللي يعجبك. قوموهم قعدوهم. انزل يا سيد. الله يكرمك. دولا خليك معاهم هنا لغايه ما ارجع من المشوار ده. وجب اي حركه من اي واحد فيهم خلص عليهم كلهم. مفهوم؟ مفهوم. امسك. يلا بينا يا رجاله. تروح وترجع بالسلامه. انزل على الارض. انزل. Thank you.
ده كده اه يا بار. اعمله ده يا حيوان. ما تخافيش يا حلوة، ما تخافيش ابدا. انا مش عايز منك اكتر من شهادة الحق قدام النيابة. حاضر، هعمل كل اللي تقول عليه، بس سيبوني. من عينيا الاتنين، كلها نص ساعة، نص ساعة بس، تمضي على المحضر وتروحي بألف سلامة. حاضر. تعالي يا حلوة. حاضر. شفيق ابو الليل هو اللي قطع لك فستانك، كان بيطردك عشان يخلص منك وانت جريتي منه، فهمتي؟ اي كلام غير ده حزعل منك، ولو زعلت منك مش ضامن بقى هعمل فيك ايه، اصل زعلي وحش قوي. زي تمام يا رئيس كراشة. لا مؤاخذة، اصل لسه واصل من اسكندرية دلوقتي حالا. ايه في مطرحك يا شفيق ابو الليل؟ كنت فاكرني هروح الملاحات يا حدق، ده انت لسه ما طلعتش من البيضه. بقول لك ايه في مطرحك والا هقتلك. الله، انت فاكر انه متعمر يا كروديا؟ Ah!
في بيتك. ده اتعمر امتى ده؟ كتفوه. انا ماليش دعوه، هو اللي عايزني اعترف. ما تخافيش يا دكتوره، انا مش ممكن اذيكي، انا مش مجرم. انا عارفه، بس اعمل معروف خرجني من هنا. مش قبل ما افهمك الحقيقه، انا ما قتلتش الحوت، هو اللي قتل نفسه. صدقيني. مصدقاك. شايفه الشنطه اللي في ايدي دي؟ فيها الشقه عمري اللي سرقوا مني. كل اللي بقوله لك ده هو الحقيقه، وحياه ابني الوحيد اللي نفسي اطلعه احسن ضابط مباحث. تعالي معايا. ما معكش عقوق بسجاره يا اخ. طيب. سلم نفسك يا شفيق يا ابو الليل، انت محاصر من جميع الجهات. سلم نفسك يا شفيق يا ابو الليل، انت محاصر من جميع الجهات، انت محاصر من جميع الجهات. انا مش جاي عشان اقتلك، انا جاي اخدك عشان تتحاكم محاكمة عادلة. البوليس محاص المكان، روحنا في داهية كلنا. انقذ حياتك ونتقاسم في البضاعة اللي معاك دي. هتعمل ايه؟ انت افتح الصندوق اللي تحت ده. ينصر دينك، فكهم. اتفضل قدامي. لا لا لا، ما يصحش. عيب، ده انت صاحب الدار وانت الكبير برضه. بقول لك فوت. طيب يا سيدي. هاتوا الدكتوره. يا شفيق يا ابو الليل، انت قدامك فرصه تدافع فيها عن نفسك في المحكمه، ويمكن تطلع بريء. انما اللي بتعمله ده هيخليني انزل اجيبك حي او ميت. سلم نفسك يا شفيق. سلم نفسك يا استاذ شفيق. اخلصي، انا ما قتلتش الحوت، انا كلمته بالسوق. السكينه اللي دخلت فيه كانت بتاعته هو، كان عاوز يقتلني انا، وبعد كده بتقول له محاكمه عادله. هو فين العدل ده؟ ما انت هتقول لهم الكلام ده. اخلصي، انا عاوز اربي ابني، عاوز اربي ابني. قتلتوه؟ انا مش عايز اقتله، ارجوك اقنعيه يسلم نفسه. حاضر يا شفيق. انا وفاء. ايه اللي بتعمله ده يا شفيق؟ سلم نفسك احسن. مش هسلم نفسي، مش هسلم نفسي. خد يا حبيبي، كلم بابا. بابا، بابا. حبيبي، انا بحبك قوي يا بابا. تعالى، انا عايزك يا بابا. بطلوا ضرب، بطلوا ضرب. تعالى بقى. انا هسلم نفسي يا حبيبي عشان خاطرك. بطل ضرب، بطل ضرب، كله بطل ضرب.
ارمي السلاح اللي في ايدك. قتلش ابدا، شفيق طيب، ده جوزي وانا عارفاه. انا بس عاوز ابني ما يمشيش في الطريق اللي انا مشيت فيه. ابنك هيكون في رعايتي انا كمان، وهيطلع زي ما انت عايز بالظبط، احسن ضابط مباحث. اتفضل معايا.